كل سنه بيعدي علينا رمضان بنقول احنا نختم القران مره في رمضان، وبيجي عند اليوم ال15 او ال16، وفي مننا كان بيجي عند اليوم الثاني او الثالث بيوقف. طب ليه؟ ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ اول فيديو من السلسله الجديده. قبل ما نبدا كده موضوع الحلقه، ما تنساش تدخل تعمل فولو انستجرام عشان يجيلك اي ابديتس في حياتي. نبدا بقى في موضوع الحلقه. كلنا واول قناة بنيجي في رمضان نقول كل يوم هنقرا جزء، وعلى اخر رمضان نكون احنا كده ختمنا القران كله، ونيجي عند اليوم ال15 او ال16 نوقف. وده لاننا مش متعودين اصلا نقرا اي حاجه، ولا بنقرا روايات ولا بنقرا قران، وكده كده اصلا الكتب بتاعه المدارس او بتاعه الكليات مش بنفتحها اصلا وبنرميها. فما ينفعش ان انت تدخل على رمضان وانت اصلا مش بتقرا، اصلا ما عندكش اصلا عاده القرايه، وتدخل مره واحده جايه تدي كده لعقلك اللي انت كل يوم لازم تقرا 15 صفحه. هيجي عند اليوم الخامس او السادس او السابع، ولو كملت قوي وطولت يبقى اليوم ال15 16 هتلاقي نفسك زهقت. ولو انت من النوع اللي بتشتغل في رمضان ومش معاك وقت انك مثلا تقرا حاجه، او مثلا تاخد مثلا مصحف معاك، ففي ابس كتير وابلكيشنات كتير على التليفون والايفون والاندرويد، المصحف الكريم والكلام ده، فده هيبقى اسهل لك بكتير جدا، وهم صفحتين في اليوم اصلا، مش هتعمل لك ازمه. يعني العاده اللي انت كونتها جديد لعقلك خلاص هو تعب منها عشان انت مش معوده. زي فكره جدا العربيه، ما ينفعش تبقى انت ماشي مثلا بالعربيه ومره واحده تطلع على الرابع الماتور هيتحرق، فلازم تتمهد كده الاول الثاني الثالث الرابع. مخنا برده نفس الكلام، لازم تمهد عقلك انك تقرا اي حاجه في اليوم، وعندك فرصه كبيره جدا من دلوقتي لحد رمضان انك تتعود على كده. صفحتين من القران مش هياخدوا منك دقيقه او دقيقتين، اكنك بالظبط بترد على مسج على الواتساب او بتشوف حاجه على الفيسبوك او على السوشيال ميديا، مش هياخدوا منك اي حاجه. وبالطريقه دي بقى احنا كده عودنا مخنا على العاده الجديده اننا نقرا كروايات او نقرا قران او نقرا اي حاجه. فلما نيجي ندخل على القرايه مره واحده، مخنا كده اصلا متعود على العاده دي، والعاده دي كويسه جدا اصلا في حياتك بره حتى القران وبره اصلا رمضان. يعني كويسه جدا في حياتك انك تقرا وتاخد معلومات اكتر وتبقى مثقف والكلام ده. فبس كده، ده اول فيديو من السلسله. ان شاء الله هنكمل في السلسله دي لحد رمضان كده، هنتكلم في كل المشاكل اللي بنقع فيها لما نيجي ندخل رمضان، اللي احنا مش قادرين نصوم او مش قادرين نصلي او اي حاجه. هنحاول نحل المشاكل دي كلها في الفيديوز، يعني في السلسله دي. فما تنساش تعمل سبسكرايب في اليوتيوب، بتعمل لايك عشان تنفع صحابك، وتعمل شير عشان صحابك يشوفوها وتنفع صحابك اكتر يعني. وبس كده، دوسا كوتش، كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.